أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العرب اللندنية، فيتو الصدر على الفياض يؤجل اكتمال حكومة عادل عبد المهدي. في العربي الجديد، فشل حوارات استكمال الحكومة العراقية، عودة لإدارة الوزارات بالوكالة. في الزمان، تفجير الموصل يثير مخاوف الأهالي من عودة داعش. في الخليج الإماراتي، نواب يحملون الحشد والقوات العراقية مسؤولية التدهور في نينوى. في الحياة، قتلى بعد خرق لاتفاق إدلب واتهام الحرس الثوري وحزب الله. في القدس العربي، شهيد و37 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة. وأخيرا في الشرق الأوسط، ترامب يعلق منح اللجوء للمهاجرين القادمين عبر حدود المكسيك. ومن زاوية العناوين المنتقاة إلى زاوية المقالات، والبداية مع هذا المقال. غالبا ما يعرف أو ما يعرف المثقف ما الثقافة، في حين يجهل القاتل ما القتل. لو أدرك القاتل تداعيات فعلته البشعة على المستوى الإنساني لما ارتكب جريمته، غير أن العراق شهد نوعا فريدا من نوعه من المصالحة بين الاثنين. فاروق يوسف يقول في موقع ميدل إيست أونلاين إن مطالبة زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي بوزارة الثقافة في العراق هي سبب آخر من أسباب الكآبة التي تنبعث من التفكير في المصير الأعمى الذي ينتظر بلاد ما بين النهرين. في لقاء المثقفين العراقيين الذين تزعم وفدهم رئيس اتحاد الكتاب في العراق، والذي جرى قبل أيام بالقاتل قيس الخزعلي، كسر لكل القواعد التي انتهت إليها البشرية باعتبارها خلاصات لتجربتها التي لا تقبل الخطأ. وقبل أن يشكل الخزعلي عصائبه المرتبطة عضوياً بالحرس الثوري الإيراني، كان واحداً من أهم أعمدة الحرب الطائفية التي شهدها العراق بين عامي 2006-2007، من خلال موقعه في ميليشيا جيش المهدي التي كان لها الحصة الأكبر من القتل على الهوية ومهاجمة الأحياء ذات الأغلبية السنية في بغداد. الخزعلي تطالب حركته بوزارة الثقافة باعتبارها حصتها في الحكم، ويذهب إليه الأدباء بوفد يتزعمه رئيس اتحادهم ليباركوا ذاك المطلب ويساندوه وليستمعوا لخطبة يلقيها القاتل عليهم كان موضوعها الإسلام المعتدل والثقافة. في كل الأحوال، فإن زيارة العار تلك لا يمكن تبريرها سوى بالخنوع وتمكن روح الاستعباد والإذلال والمهانة بل والخيانة من بشر لا يستحق الواحد منهم أن يقرن اسمه بصفة كاتب. فالكتابة عنوان لشرف أضاعه أولئك المتخاذلون حين مدوا أيديهم لمصافحة يد قاتل تنبعث منها رائحة دماء العراقيين. ويرى الكاتب أن المثقفين الذين احتفوا بقاتل مطلوب دوليا أهانوا كل معاني النبل والرقي والشجاعة والإباء والتضحية والكرامة والحرية التي تنطوي عليها أو ينطوي عليها مفهوم الثقافة ويشكل جوهرها. أهانوا شعبهم قبل ذلك، جلسوا في حضرة القاتل عراة كما لو أنهم قدموا لتوهم من الكهوف، ومثلما كانوا غرباء على الثقافة فإنهم طارئون على العراق. لو كانوا عراقيين حقا لما ارتكبوا جريمتهم، ولا أقول حماقتهم، فمن يسعى إلى لقاء قاتل هو قاتل مستتر بحسب الكاتب.
إلى مقال آخر يقول في مستهله كاتبه: سمعنا عن الترشيح لمنصب الوزير عبر الإنترنت وسعدنا جداً لأن هناك بريداً حكومياً يستجيب بسرعة للطلبات قبولاً أو رفضاً في خلال أقل من أسبوعين أو أسبوع أو يوم أو ساعات كما في بعض الحالات. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان: إنه عندما يكون هناك في بلدنا المترنح بالمصائب نظام توظيف عالي النزاهة والدقة في جميع حلقات الدولة الإدارية، يكون عندئذ من المقبول منطقيا التعاطي في قبول الترشيحات لمنصب الوزير إلكترونيا. ظهرت التصريحات التي تمثل كشفا تتناقله الصحف والوكالات في بأن 5 فازوا بالمنصب الوزاري عبر الاختيار الإلكتروني، لكننا لم نطلع على الآلية التي حصل فيها فرز آلاف المرشحين في ذلك الوقت القصير المضغوط. كما يقول وزير محظوظ في أنه نال الكرسي الأثير من بين 6000 مرشح بالطريقة الإلكترونية. الفرز ليس عملية أوتوماتيكية لتشخيص الطويل عن القصير والسمين عن الضعيف، هي عملية معقدة لو أريد لها أن تسير بحسب أصولها، فهي بحاجة إلى خبراء ومستشارين وعدة شهور من البحث والتقصي وتقليب كل ملف على جميع وجوهه. ثم ما هذه الصدف السعيدة التي خرجت فيها نتائج الترشيحات الإلكترونية متطابقة حرفياً مع الترشيحات في نظام المحاصصة الطائفية المقيتة، ولا أحد يتعرض إلى النزاهة الإلكترونية، ولم يخبرنا أحد عن أسباب عدم التمكن من ملء الحقائب الشاغرة بعد جلسة البرلمان في منح الثقة على الطريقة الإلكترونية ذاتها، كما لم نعلم أسباب عدم النجاح في اختيار جميع أعضاء الكابينة بالوسيلة الإلكترونية. ويقول الكاتب إنه لا أحد يستطيع أن يشكك في وصول الترشيحات العامة عن طريق الملفات الإلكترونية فعلاً، غير أن أحداً لا يستطيع أن يمنع المرشحين عبر المحاصصة أن يرسلوا نسخة من ملفاتهم إلى نفس البريد الإلكتروني أيضاً بعد الانتهاء من التوافقات والتراضيات والصفقات، وأدخلت تلك الطريقة الإلكترونية أو أدخلت البهجة والسرور على رتابة المشهد السياسي المعتم المليء بالتلاطم والدهاليز والانجرافات. تجربة الخلافات في انتخابات التجديد النصفي أو في البيت الأمريكي بالفيل والحمار لن تصل إلى مرحلة الانتقام في تجارب ديمقراطية العالم الثالث، وتحديداً الديمقراطية في العراق التي تتصدر نماذج الانقسام بعد الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، كما يرى حامد الكيلاني في صحيفة العرب اللندنية أن الديمقراطية والانتخابات وإن كانت على مقاسات الإدارة والإرادة الأمريكيتين إلا أنها ختمت منذ اليوم الأول بمرجعية ولاءات لرموز دينية مذهبية ولعقيدة مشروع بنظام إيراني ليس بإمكانه قطعاً مداراة رغبته في الانتقام من الملايين لاختلافهم التاريخي المذهبي معه. الديمقراطية في العراق مهما أريد لها من توافقات سياسية أملتها ظروف مأساوية، يعتقد أو يظن أنها تقدمت بشوط التجربة الديمقراطية على حساب المحاصصة السياسية والطائفية، إلا أنها واقعياً لن تبني دولة أو حتى برنامجاً لبناء دولة. أما الخلافات التي نصف بها الانتخابات الأمريكية فلا صلة لها تماماً، ولو من بعيد، بخلافات عملية سياسية من صنيعة المحتل الأمريكي ذاته. السلاح المنضبط في العراق وجد ضالته في الانتخابات، بعد أن وجد ضالته في الموت والدم والتدمير، ثم حماية الدولة وقانون مصادق عليه في برلمان أغلب أعضائه لا يمثلون يسار أو يمين السياسة أو حتى أقصى اليمين أو اليسار، بل إن غالبيتهم صورة طبق الأصل لسلاحهم المنفلت ونوعيته وتعداده خارج البرلمان بما يحظى به من صلاحيات ما زال يراد لها المزيد من الدعم بمناصب وزارية سيادية. والمظلة أبداً هي الديمقراطية،
ومن يدافع عنها بمبررات من قبيل أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وما يتبع من استشهاد بالاختلاف بين أكبر حزبين في دولة عظمى. الكاتب يقول: عندما نتحدث عن الديمقراطيات الصرفة في العالم المتمدن يصفعنا هاجس المحاصصة أيضاً، فإنما نولي وجوهنا ثم تعار من الاحتلال الأمريكي والإيراني يطاردنا ويمنعنا من الاستسلام لشروط مرجعية دينية أو مذهبية طائفية أو مرجعيات ميليشياوية تمادت في سلاحها الطموح للاستيلاء على وزارة يرتبط اسمها بالثقافة، أو مرجعيات سياسية لأحزاب أقصى منجزاتها وفخرها أنها حملت السلاح ضد أبناء جلدتها إيماناً منها بأن عقيدتها الطائفية ونظام الملال يتقدمان على مصير المواطن والوطن الذي كان. هل ستغير نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية من سياسة واشنطن تجاه المنطقة، وخصوصا حيال العقوبات الجديدة التي فرضها دونالد ترامب على إيران وحزب الله لتدخلاتهما في دول الإقليم، أم أن فوز الحزب الديمقراطي بالأكثرية في مجلس النواب الأمريكي سيبقي على وحدة التوجه إزاءها؟ وليد شقير يرى في الحياة أن السؤال طرح في سياق تكهنات بأن أضعاف موقف ترامب عبر خسارته الأكثرية في البرلمان واحتفاظه بها في مجلس الشيوخ قد يشل حركته، وبالتالي قد يفسح المجال لإضعاف ضغوطه على إيران وسياستها الإقليمية. سرعان ما جاء الجواب من بعض الديمقراطيين أنفسهم بأن لا تعديل في السياسة الأمريكية لا سيما حيال إيران واستطراداً سورياً. على الرغم هذه النتائج، واقع الحال أنه في كل مرة يمر استحقاق انتخابي أمريكي يسقط المحللون الرغبات عن التكهنات حول أثره على السياسة الإقليمية لواشنطن، وقد يكون لأي استحقاق انعكاس بهذا القدر أو ذاك على توجهات الدولة العظمى، لكن الأمر لا ينطبق على القضايا الكبرى والجوهرية، ومنها التشدد تجاه إيران والانحياز لإسرائيل ومصالحها الأمنية والحفاظ على النفوذ الأمريكي في المنطقة. وقد يطال أي تعديل في الموازين الأمريكية الداخلية القضايا الداخلية أكثر مما يطال الملفات الخارجية، وإذا تأثرت الأخيرة فيكون بأسلوب إدارة الموقف منها الذي يبقى واحداً. وللتذكير فقط، فإن العودة حتى إلى لغة إدارة باراك أوباما نفسها فيما يخص إيران وحزب الله يجد العائد للإرشيف بذور الموقف الأمريكي الحالي حيال طهران في عبارات كان أطلقها أوباما نفسه في خطابيه الشهيرين اللذين برر فيهما للرأي العام الأمريكي والكونغرس موافقته مع مجموعة دول 5+1 على الاتفاق مع إيران حول الملف النووي. الكاتب يقول: إن ظن أوباما خاب وسقطت توقعاته، وكل ما فعله ترامب من بعده أنه لم ينتظر مهلة ال5 سنوات ولا مهلة ال8 سنوات كي يعود إلى مواجهة السياسة الإيرانية. لقد قصر حكام طهران أنفسهم المهل التي منحتها حماسة أوباما لهم عبر الاتفاق على النووي. لم يفعل ترامب سوى صوغ التزامات أوباما قبل 3 سنوات بالمطالب ال12 التي أعلنها وزير خارجيته مايك بومبيو حيال طهران. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ جاءت بمثابة انتكاسة للرئيس دونالد ترامب، لكنها ربما كانت أشد وقعاً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضافت المجلة أن استحواذ الحزب الديمقراطي على أغلبية المقاعد بمجلس النواب يعد بمزيد من التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. ومن المرجح أن يدفع كلا الحزبين تجاه فرض مزيد من العقوبات على موسكو عن كل ما ارتكبته من أفعال، بدءا من تورطها في أوكرانيا وسوريا وحتى ضلوعها في تسميم عميل مخابرات روسي سابق.
لم يبدي الجمهوريون بمجلس النواب السابق رغبة في تحدي إدارة ترامب عندما تعلق الأمر بروسيا، إذ لم يعقد الكونغرس سوى جولة واحدة رئيسة من التحقيقات حول الدور الروسي بانتخابات الرئاسة عام 2016، وذلك من جملة 5 جولات بشأن تدخلات موسكو. ومع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، فمن المرجح أن يطلع المجلس بدور أكثر حزماً في الموضوع. ونقلت المجلة عن بيتر هاريل، وهو مسؤول سابق بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قوله: ثمت سانحة جيدة لانتقال مركز الثقل بمسألة العقوبات على روسيا من مجلس الشيوخ إلى النواب. وكان الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بالمجلس قد أوقفوا في آثار تحقيقاتهم بعد أن خلصوا إلى عدم وجود بينة على تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا. ورداً على هذا الاستنتاج، نشر الديمقراطيون بالمجلس نفسه وثيقة من 21 صفحة تتضمن مزيداً من التفاصيل بشأن التحقيق، زعموا أنهم لم تخضع لتدقيق متأنٍ. واشتملت تلك الوثيقة على قائمة بأسماء 70 شخصاً ومنظمة يعتقد الديمقراطيون أنها ربما تضمنت مزيداً من المعلومات بشأن صلة حملة ترامب الانتخابية بروسيا. وتتوقع المجلة أن يعيد مجلس النواب فتح التحقيق بالموضوع عقب سيطرتهم على لجنة الاستخبارات واستخدام صلاحياتهم في استدعاء من تراهم للمثول أمامها للتحقيق في تمويل حملة ترامب ومزاعم التدخل الروسي. نشرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تقريراً كتبه أليكس سيمون عن حالات انتحار بين اللاجئين الروهينجا بعدما أخبروا بضرورة عودتهم إلى ميانمار دون إعطائهم ضمانات على سلامتهم. ويذكر التقرير قصة ديل محمد البالغ من العمر 60 عاماً، مشيراً إلى أنه واحد من 750 ألفاً من المسلمين الروهينجا الهاربين من حملة القمع والترهيب التي تعرضوا لها في بلادهم بمنطقة راخين. يقول الكاتب إن محمد حاول الانتحار عندما وصلته أخبار بأنه على قائمة اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم من بنغلاديش إلى ميانمار، ويضيف أن اللاجئين الروهينجا يريدون العودة إلى بلادهم ولكنهم يطالبون بضمانات على سلامتهم هناك وعدم تعرضهم لحملة القمع والترهيب التي أرغمتهم على مغادرة البلاد. ويقول اللاجئ سيام ميا إنه يعرف 200 لاجئ وضعوا على قائمة الترحيل ولا يريدون العودة إلى بلدهم، ويبررون موقفهم بأن الأجهزة الأمنية التي طاردتهم وشنت عليهم حربا لا تزال هناك ولا يمكن أن يثق فيها ولا ضمان بعدم شن حملات أخرى على الروهينجا، وقد نظموا احتجاجات عديدة في الشهور الماضية ضد ترحيلهم وطلبوا بالحصول على حق المواطنة. ودعمت جمعيات حقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة في انتقادها لبرنامج ترحيل الروهينجا من بنغلاديش. ويقول نائب مدير منطقة آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش إن بنغلاديش مثل حكومة ميانمار لا تستشير الروهينجا في خصوص ترحيلهم إلى مناطقهم، ويعتقد أن الأمر كله محاولة لتلميع الصورة وإيهام المجتمع الدولي بأن هناك عمل يجري لإعادة الروهينجا إلى بلادهم في حين أنه لا يوجد شيء من هذا. وتختتم الصحيفة بالقول إن المسلمين الروهينجا واجهوا جرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية على يد الجيش البرمي، فلا غرابة أن يشعروا بالقلق على مصيرهم وأمنهم وسلامتهم، وإذا لم يحموا أنفسهم بأنفسهم فلن يفعل ذلك من أجلهم أحد. في خطوة تمثل تهديداً واضحاً للمذيعين البشر، طرحت الصين أول قارئ لنشرة أخبار في العالم يعمل بالذكاء الصناعي. وقدمت وكالة الأنباء شينخوا الصينية لمشاهديها القارئ الآلي كيو هاو الذي ظهر على الشاشة وهو لا يختلف تماماً عن البشر من حيث ارتدائه لربطة عنق حمراء اللون وبدلة، فضلاً عن تعبيرات وجهه الطبيعية تماماً،
فكان يرفع حاجبيه قليلا وكانت تغمض عينه أثناء إلقاء نشرة الأخبار التي حبست أنفاس المشاهدين. كيو هاو عرف نفسه للمشاهدين في أول ظهور له بأنه سيظل مرافقا لهم طوال 365 يوما وليس خلال 24 ساعة فقط، من أجل إطلاعهم على كل جديد يحدث حول العالم من دون كلل أو تعب. وتم تطوير قارئ نشرات الأخبار الآلي من قبل شينخوا بالتعاون مع محرك البحث الصيني سوغو ليصبح قادرا تماما على محاكاة الصوت وحركات الوجه والإيماءات البشرية من أجل تقديم صورة نابضة بالحياة بدلا من الروبوت البارد. من يدري، ربما تقوم بعض وسائل الإعلام لاحقاً إذا انتشر مثل هذا الروبوت الآلي قارئ الأخبار بالاستغناء عن بعض المذيعين فيها. الآن إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.